بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه مهداه يوم السبت يوم اصحاب السعاده ورجعنا لحلقه اصحاب السعاده اللي بنتكلم فيها عن المهارات الزوجيه اه لسه مكملين في رحلتنا في تمهير الازواج والزوجات لان احنا مصرين على بناء الانسان ومصرين على بناء الإنسان اللي بيشترك في بناء الإنسان ومش هيكون عندنا أهم من الزوجين اللي لازم نتعامل معاهم ونساعدهم احنا النهاردة هنتكلم على المهارة مهارة مهمة جدا 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 ونستمر في تطوير الزوجين والمهارة اللي هنتكلم عنها النهاردة مهارة شوية محتاجة دقة وعناية لأن بعض الناس بيتهاونوا فيها وخاصة لما يكونوا لسه في أوائل الجو... الزواج بيبقوا مش حاسين إن المهارة دي مهمة وساعات يبقوا حاسين إن هي مهارة مهمة بس هي بتحصل بنفسها كده مش محتاجين نتدرب عليها أضف إلى ده لو كانوا هم متجوزين وبيجددوا حياتهم الزوجية فبيحسوا ما دي بتحصل في أي وقت إحنا عايزينه المهارة دي اسمها إيه بقى؟ مهارة استثمار استثمار الذكريات مهارة استثمار الذكريات. يعني ايه؟ كلنا لما بنفتكر حد بنحبه أو لما بنزعل من حد وبنكون عاوزين نتجاوز عن الشيء اللي زعلنا منه بنفتكر له الذكريات والمواقف الحلوة اللي جمعتنا مع بعض وخلت قلوبنا ارتبطت ببعض وامتزجنا مع بعض شويتين تلاتة. وبنقول ده كفاية إنه هو عمل كذا وكذا اصلنا الحاجات الحلوه اللي عملها معانا وساعات ممكن نقعد نقلب في الصور اللي جمعتنا ببعض في المناسبات المختلفه عشان نفتكر الذكريات الحلوه اللي بنيناها مع بعض فننسى الزعل وننسى وجع القلب وساعات نغيب عن ال... نغيب كده عن الوجود في لحظتين ثلاثه كده ونحس ان في وسع حصل في صدورنا كده ونقول معلش الشخص اللي عمل معانا كده يستحق ان انا فوت له الحاجه اللي عملها دي اللي زعلتني ما هو ياما فرحني. اه تعالوا نقف بقى شويتين ثلاثه يبقى في حاجات متجاوزه للزمن. في احداث في حياتنا انا بسميها الاحداث المتجاوزه للزمن. الاحداث المتجاوزه للزمن دي اسمها الذكريات الحلوه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا واشر وعلمنا وكان بيشاور بي لنا ويريدنا ويعلمنا وي وي ان احنا نفهم فكره صناعه الذكريات لما قال لنا سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولذلك من شيم الكرام من شيم العقلاء من شيم من المحبين ومن شيم الكرماء كمان ان هم يسونوا العشره الحسنه ويصونوا كمان الذكريات الجميله ولو حصل ان اي خلاف او زعل يحاولوا ما يقفوش عنده ويحاولوا يتجاوزوه بسرعه وما يقفوش عنده كتير ويعملوا بقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات خلي بالكم ان هذه الايه مش بس للقادم كمان للماضي يعني ان استثمارك للحسنات السابقه تمحو السيئات التي تكون موجودة وكمان إن صناعتك للذكريات القادمة تمحو كمان سيئات ممكن تكون بتعيشها في اللحظة الحالية يبقى الذكريات مش مهارة لها سن معين للزوجين وأنا عايز أقول لك إن الذكريات دي مش صفحة في التاريخ الذكريات ده مدد من رب العالمين ولذلك لأنها مدد ييجي قوله تعالى وذكرهم بأيام الله ولذلك الذكريات دي يوم من ايام الله طب ولية لما تكون يوم من ايام الله تبقى ضيقة او واسعة واسعة اليوم اللي انتو حسيتوا ان انتوا قريبين من بعض وان حياتكم بتمتزج ببعض اليوم اللي انتوا حسيتوا ان في حد حسسك ان الدنيا دي امان وجمال وروعة ده كان يوم من ايام الله، ممكن يتكرر؟ اكيد ممكن يتكرر. واكيد ممكن نعيشه مره تانية ولما نعيشه حياتنا هتكون واسعه. ولذلك لازم نعرف ان مهاره استثمار الذكريات دي مش مهاره لناس في سن معين لما يكونوا صغيرين، او ممكن تحصل في مده معينه للجواز وتقف بعد كده، يعني نعملها في اول سنين الجواز، نعمل زخ... نعمل كده خميره؟ نعمل كده نحاول ندخر مجموعة من الذكريات كده ونعيش بقى بعيد عليها بقية حياتنا أبدا دي مهارة مستمرة بالعكس دي مهارة لابد إن إحنا نتعامل بيها مع أحبابنا وشركاء حياتنا وشركاء وأرواحنا اللي بنعيش معاها طول ما إحنا عايشين سوا بس إحنا مش عارفين كده إحنا وعشان كده ما هي دي مشكلة إن إحنا طول الوقت طول ما إحنا فاهمين إن الذكريات دي بتتعمل في وقت معين ده ساعات كمان بيعمل إيه؟ ده احنا بنعملها في وقت الصيف نعمل الذكريات وقت ما نكون فاضيين نعمل الذكريات ده كله مفاهيم غلط لاستثمار الذكريات احنا بقى جايين في الحلقه دي نعلمك المهاره اللي انت بيها تكون تقدر تستثمر الذكريات طول حياتك وعشان كده نقدر نستثمر الذكريات طول الوقت اذا عملنا مجموعه من الخطوات الخطوه الاولى لازم نذكر تفاصيل الذكريات لما حد من الزوجين يفتكر ذكرى لطيفة حصلت بينهم يحكي للطرف الآخر عنها ويحكي عن التفاصيل اللي صنعت الذكرى دي زي مثلا لو حد منهم جاب هدية للتاني واحتفل بيها في مناسبة حلوة يحكي له إزاي اختار الهدية واختارها ليه من المكان الفلاني وإزاي خطط للاحتفال هنا بقى التفاصيل دي في أوقات كتيرة في وقت الذكرى، وقت ما احنا في الحدث ما بنكونش منتبهين للتفاصيل دي. لما التفاصيل دي بتتقال أفكركم بس، لما التفصيلة بتتقال في بعض الأحيان تجد حبيبك لما تقول له التفاصيل وأنت عملت إيه؟ ده أنا رحت المكان الفلاني ورحت بدري قبل الشغل وجريت وجبت الحاجة ورحت عملتها واستأذنت ساعتين وجريت ولحقت على اخر لحظه وما كانش عندي اذونات إيه؟ انت عملت ده كله عشان بتحبني فاول ما ينتهي من ذكر تفاصيل الذكريات تجد حبيبك حضنك ام وحضنك لانه حس ان هو كان محتاج الاهتمام ده كان محتاج يفتكر ان انت قد ايه بتحبه ومهتم بيه وزي مثلا الزوجه لو هي احتفلت بزوجة مثلا او جابت له هديه تقول له ان هي فاكره ان دي اول هديه جابتها له وان هي فاكره في المره دي قالت له ايه وان هي جابت له وكانت عارفه ان هو عايز مثلا قميص الفريق اللي هو بيحبه وبيشجعه هي قعدت تدور وتقلب في الصفحات وتتصل بالناس وتحوش الفلوس لغايه ما جابت له الحاجه اللي هو عايزها وجابته له عشان هي عارفه انه قد ايه في الوقت ده كان فرحان وان الحاجه دي لو جت في اللحظه دي بالذات هتدخل على قلب السرور ده ذكر التفاصيل ده بيحسس شريك حياتك قد ايه ان هو مهم وقد ايه ان انت مهتم بيه وقد ايه انت مركز في تفاصيله